اهلا بيكم في الجزء الثاني، نكمل مع بعض بقية باسكت الكليم. انا كنت نقلت الشغل كده الناحية التانية عشان ابدأ اشتغل في الجوانب. انا كل اللي عملته سلسلة وهبدأ شغل بغرز حشو على الجوانب كلها. ابدأ اول غرزة حشو عندي في المكان ده على طول، وبعمل غرزة حشو وبدخل جوه الغرزة الاولانية بالشكل ده، بطلع من وسط الغرزة زي ما بعمل في غرزة السنبلة، وبعمل غرزة حشو بالشكل ده. هكررها تاني، بدخل في وسط الغرزة زي ما انتوا شايفين. آخر دور من غرز الحشو اللي هما 43 غرزة، بدخل جوه الغرزة بالشكل ده وأطلع من منتصف الغرزة برضو الناحية التانية. هوضحها لكم اهو، انا بدخل في الجزء ده واطلع من وسط الغرزة الناحية التانية على طول، وبعمل غرزة حشو وهكذا. الغرزة التانية برضو اللي بعدها بشتغل بنفس الطريقة، بدخل في منتصف الغرزة وبعمل غرزة حشو، انا هنا عندي 43 غرزة اللي هي بتوع الدايرة او القاعدة، اخر حاجة اشتغلتهم. انا هكمل شغلي بقى. خلاص انا كده خلصت الغرز، بس فاضلي غرزتين. هنعمل تغيير اللي هو انا هختصر غرزة فيهم، هخلي الغرز اللي هعملها يبقوا 42 بدل 43، لان انا محتاجة العدد يكون زوجي. خلاص كده انا هعتبر ان دي اخر غرزة عندي في الدور، كده 42 غرزة. انا محتاجة بقى العدد يكون زوجي، لان انا هشتغل بطريقة غرزة حشو عادية غرزة حشو عميقة، اشتغل بالطريقة دي بالتبادل. خلاص كده هبدأ على طول شغل. دي اول غرزة عندي في الدور الجديد، دي غرزة حشو عادية. طبعا اول حاجة ان انا هعلمها عشان دي بداية الدور الجديد، وزي ما قلت لكم بالتبادل، يعني هشتغل بعدها غرزة حشو عميقة. بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بندخل اسفل الغرزة بالشكل ده اهو من الجزء ده، وبريح الخيط طبعا، وبعمل غرزة حشو. يعني مش بدخل تحت حرف الفي زي غرزة الحشو العادية، واللي بعدها قلنا هتبقى غرزة عادية. بالتبادل هشتغل بالطريقة دي، غرزة حشو عادية وادي العميقة بعدها. بطلع من الجزء ده زي ما انتوا شايفين، وبريح الخيط وبعمل غرزة حشو. طبعا الدور هيظبط معايا لان العدد زوجي. على طول اللي بعدها بشتغلها عادية، واللي بعدها عميقة. وما تنسيش تريحي ايديك في الخيط، دي اهم حاجة، ولم جوانب الباسكت كده على جوه تديني الشكل ده. طبعا هو لسه ما بانش معايا، بس هشتغل بالتبادل بقى على طول الدور وارجع لكم. خلاص اشتغلت غرزة حشو عادية غرزة حشو عميقة، وزي ما انتوا شايفين العدد زوجي. فآخر غرزة عندي اهي، آخر غرزة الدور عليها غرزة حشو عميقة بشتغلها. دي بتبقى آخر غرزة. الدور الجديد بادئ بغرزة حشو عادية على طول. انا هبدأ في الدور الجديد، بس هبدأه بالعكس. زي ما بدأت بغرزة حشو عادية الدور اللي قبل ده، هشتغل الدور ده بغرزة حشو عميقة. يعني احنا بنعكس بداية الدور، المرة دي بنبدأه بغرزة حشو عميقة. وطبعا نعلم اول غرزة عندنا. الغرزة دي جميلة جدا وسهلة، وعلى طول بالتبادل غرزة حشو عادية بعدها. ملاحظين احنا عملناها بالعكس، يعني احنا بنشتغل في غرزة الحشو عادية بنشتغل فيها عميقة، وفي الغرزة العميقة بنشتغل فيها غرزة حشو عادية. خلاص انا وصلت لنهاية الدور. اخر حاجة اشتغلتها غرزة حشو عادية فوق الغرزة العميقة زي ما انتوا شايفين، واللي بعدها غرزة حشو عميقة، واللي بعدها غرزة حشو عادية فوق الغرزة العميقة بالعكس، يعني لحد ما وصلت. بصوا الشكل بيبقى عامل ازاي، شكلها جميل جدا، وميزتها ان الشغل بتاعها بيخلص على طول. انا كده خلصت اللون البني، جبت اللون التاني اهو عشان اشتغل بيه.
هشتغل باللون الفوشيا. رجعوا بقى الغرز قبل ما نتخلص من الخيط البني. هشيل الماركر عشان اقفل الخيط ده. انا اشتغلت دورين من الخيط البني بالاضافة للدور الاولاني خالص. زي ما انتم شايفين بقى قصيت الخيط وبعدي الناحية التانية. هاخد طرف الخيط اللي عندي وامرره من بين الغرز. بس اهم حاجة قبل ما اقص الخيط اتأكد ان الغرز بتاعتي مظبوطة، ان الغرز كلها بالتبادل، غرزة حشو عادية وبعدها غرزة حشو عميقة. وطبعا ما تقلقيش، الطرف ده هناخده معانا واحنا شغالين اللون الفوشيا. احنا مش هنسيب اي طرف خيط جوه الباسكت، مع اننا هنشتغل بثلاث الوان وهيبقى معانا كذا طرف خيط، بس هنتخلص منهم كلهم جوه الباسكت. انا هبدأ بقى من ناحية تانية. نقول مثلا انا هبدأ من الجزء ده عشان اقول لكم هناخد ازاي الخيط البني معانا. عايزة ابدأ بالخيط الفوشيا، فتقريبا مثلا هاجي عند غرزة حشو عميقة بالشكل ده، بدخل على الحلقة الخلفية بسحب بيها الخيط. خلي بالك طرف الخيط ده هيبقى معايا، وبدخل تحت الحلقتين في نفس المكان اللي انا فيه. كده بقى معايا حلقتين على الإبرة، بطلع منهم هما الاتنين، يعني بعمل غرزة حشو. انا كده ابتديت شغل. انا اشتغلت غرزة حشو عادية على غرزة الحشو العميقة. نمشي بقى عادي بنفس الترتيب اللي كنا ماشيين بيه، غرزة حشو عميقة على الغرزة العادية، وما نشدش الخيط، ونشتغل غرزة حشو عادية بعدها. الخيط معايا بخليه تحت الغرز زي ما انتم شايفين، وبمشي بنفس التبادل اللي كنت بعمله في اللون البني. وهاخد برضو معايا اللون البني دلوقتي، مش هخلي اي طرف خيط باين جوه الباسكت. وبشتغل دلوقتي غرزة حشو عادية فوق الغرزة العميقة. هتأكد بس ان انا واخدة طرف الخيط معايا كويس، وهكذا بشتغل بنفس الترتيب بتاعي، غرزة عميقة وبعدها غرزة عادية. أهم حاجة تتأكدي إنك بتشتغلي الغرز بالعكس، يعني الغرزة العادية فوقها غرزة عميقة. أديني واخدت اللون البني معايا، بعديه كده من جانب الباسكت والغرز بتبقى مغطية عليه، وادي غرزة حشو عميقة فوق العادية وغرزة حشو عادية فوق العميقة. الشكل الجميل اللي بيبقى واخده الباسكت بيبقى واخده من ان انا بعكس الغرز. بشتغل بقى باللون الفوشيا زي ما اشتغلت بالبني بالظبط. خلاص انا كملت الدور اهو، ده اول دور اشتغلته باللون الفوشيا. بصوا الباسكت بيبقى شكله جميل لما بنغير في اللون. وجيت دور على غرزة حشو عميقة فوق الغرزة العادية. انا كده خلاص وصلت لاول غرزة كانت عندي في الدور اللي هي الغرزة العادية. على طول بقى من غير قفلة سطر ولا حاجة بنشتغل غرزة عميقة فوقها زي ما متعودين، بنعكس السطر. فاحنا بنشتغل غرزة عميقة كده فوق العادية، وطبعا عشان اللون بقى كده ما يتلخبطش معايا، الدور الأولاني كان لسه بداية اللون. اشتغلت أول غرزة وبعلمها بالشكل ده، والغرزة اللي بعدها على طول تبقى حشوة عميقة فبشتغل فوقها حشوة عادية، واللي بعدها عميقة فوق العادية. كل مرة بنعكس الدور وبنعكس بداية الدور. خلاص انتوا كده عارفين بنبدأ الدور ازاي وبننهيه ازاي وبنغير اللون ازاي. انا البني اشتغلت منه كده يعتبر 3 ادوار، والفوشيا برضو هشتغل منه 3 ادوار، وهشتغل برضو باللون السيموني 3 ادوار بنفس الطريقة اللي عملناها دي، وهنغير اللون برضو بنفس الطريقة. هكمل بقى انا كده شغل واوريكم بعد ما نغير في كذا لون الباسكت شكله هيبقى عامل ازاي. هيعجبكم ان شاء الله، هسيبكم وهرجع لكم. خلاص انا كملت اللون التالت زي ما انتم شايفين. تدخل الالوان مع بعض في الغرزة دي بيبقى جميل جدا. وصلت لاخر غرزة اللي هي غرزة حشو عادية فوق العميقة، واعمل اهو غرزة حشو عميقة فوق العادية
وصلت لأول غرزة في الدور اللي هي كانت غرزة حشو عادية. عشان كده أهم حاجة بقولكوا لازم العدد يكون زوجي عشان نمشي بترتيب صح ونلاقي نهاية الدور صح في الآخر. كل اللي هنعمله بقى خلاص، أنا هشيل الماركر دلوقتي وهقفل في أول غرزة بغرزة منزلقة. أنا كده يعتبر ببدأ الدور الجديد اللي هو الدور بتاع الفينش. خلي بالك الدور بتاع الفينش ده هو ده اللي بيدي شكل الباسكت الشكل البومبي، بيخلي شكله جميل قوي. هيبقى دور منزلقة كله، بدخل تحت حرف الفي بالشكل ده وبعمل غرزة منزلقة. خلاص أنا خلصت الدور كله غرزة منزلقة تحت حرف الفي، وصلت لأول غرزة. بشيل منها الماركر بقى عشان أبدأ الدور اللي بعده. الغرزة بتاعت الفينش فبيحتاجه دورين، أنا كده خلصت الدور. الدور التاني ببدأه على طول، بس بدخل تحت الحلقة الخلفية من الدور اللي فات. طبعا أعمل أول غرزة وأعلمها وبكمل شغل. هوريكو الغرزة، بندخل تحت الحلقة الخلفية وبنعمل غرزة منزلقة مختلف عن الدور اللي فات. مش بندخل تحت حرف الفي، احنا بندخل تحت الحلقة الخلفية بس وبنعمل غرزة منزلقة علشان تدينا الشكل اللي احنا عايزينه وتدي الباسكت الشكل البومبي. بكمل بنفس الطريقة بقى بقية الدور. انا هكمل بقية الدور بالشكل ده، بدخل تحت الحلقة الخلفية وهرجع لكم نشوف شكله هيبقى عامل ازاي، وبعمل غرزة منزلقة. انا هكمله وهرجع لكم نشوف. خلاص انا كملت الدور، زي ما انتم شايفين فرق في شكل الباسكت جدا. اخر غرزة عندي بتدي شكل جميل جدا للباسكت، شايفين الاطراف بقت ملمومة ناحية جوه والباسكت خد شكل بومبي. طبعا وبتدي تماسك كويس قوي للأطراف، مش بتخلي الباسكت من عند الأطراف طري، لا احنا بنعمل حاجة بتستحمل وبتعيش وليها شكل جميل كمان. ومع تدرج الألوان برضو انا شايفة الثلاث ألوان دول كويسين قوي ماشيين مع بعض. خلاص انا هقفل بقى الدور ده عندي، هجيب المقص، انا كده خلاص مش محتاجة الخيط ده تاني. كل اللي بعمله ان انا بشيل الماركر من اول غرزة انا كنت عملتها في الدور، وخلاص انا هقص الخيط بعمل فيها غرزة منزلقة. بس مش هعمل حاجة تاني فيها عشان الشكل ما يبقاش باين، واحنا لسه برضو هنغطيها بحاجة تانية هقولكوا هنعمل فيها ايه. وخلاص هعدي الخيط بقى كده، والطرف اللي عندي ده حاجة بسيطة جدا مش باينة وهنغطيها برضو دلوقتي. طرف الخيط اللي معايا ده هو نهاية الشغل، انا ما عنديش اي اطراف خيط جوه الباسكت، فهو طرف الخيط ده بس هعديه كده من بين كذا غرزة. يعني بمنتهى البساطة بتخلص منه علشان نبدأ في الخطوة اللي بعدها. وبس خلاص بقص بقى الطرف. دلوقتي انا عايزة اشتغل الجزء اللي تحت ده، فبجيب اللون التاني الجزء اللي تحت ده. على فكرة انا اشتغلت بغرزة منزلقة عادية جدا، فانا باجي من تحت الغرز، شايفين بدخل تحت الغرزة بالشكل ده، بختار اي مكان بقى ابدأ منه عادي، ومعايا طرف الخيط. خلي بالك تبقي سايبة طرف كفاية، يعني ما يبقاش الخيط على اخره، اسيب طرف كده تقريبا 3 سنتي. وبدخل من جوه الباسكت، بخلي الابرة تاخد الخيط كده من جوه الباسكت،
خلاص هي الإبرة كده طلعت بالخيط، بس خلي بالك طرف الخيط أنا ماسكاه بإيديا كويس من جوه الباسكت، أهو سايبة تقريبا 3 سنتي. كل اللي بعمله بقى إن أنا دلوقتي معايا الخيط ناحية بره، بدخل تاني بالإبرة تحت الغرزة اللي بعدها على طول. حاولي ما تفوتيش غرزة عشان الغرزة بتاعتي تبقى كلها قد بعضها. بطلع كده من المكان ده وبعمل غرزة منزلقة، والخيط معايا اهو جوه الباسكت. بدخل على طول على الغرزة اللي بعدها، بكرر نفس الخطوة وبعمل غرزة منزلقة، اخلي الابرة تاخد الخيط كده لبره الباسكت وبعمل بيه غرزة منزلقة. بيبقى شكلها كده، وطبعا بيبقى شكلها جميل قوي لما بعملها بلون تاني غير البني. بدخل على طول تحت الغرزة اللي بعدها وبعمل منزلقة، وبمشي بنفس الطريقة على جوانب الباسكت من تحت كلها. خلاص انا خلصت اللون الفوشيا ودخلت تحت اخر غرزة بالشكل ده، وادي الخيط من جوه الغرزة، بيبقى شكلها كده من جوه الباسكت. انا دلوقتي عايزة انهي الشغل باللون الفوشيا ده، بس بشكل ما يخليش الغرز فيه حاجة فيها باينة، عايزة كل الغرز تبقى شبه بعضها، مش عايزة اختلاف لان دي طبعا غرزة الفينش، فانا مش عايزة اي شكل مختلف فيها، عايزة الغرز كلها تبقى واخدة نفس الشكل اللي هو بتاع غرزة المنزلقة. قصيت الخيط كده زي ما انتم شايفين، هعمل بقى اخر غرزة منزلقة من ناحية برة. فانا معايا الابرة بشوف اول غرزة عملتها في الدور، وبدخل تحت الحلقتين بتوعها كده وبسحب طرف الخيط اللي عندي وبعديه الناحية التانية، بريح الخيط عشان ما يبانش انه مشدود، وبروح على اخر غرزة كنت اشتغلتها، بس المرة دي بدخل في منتصف الغرزة، يعني بخلي حلقة واحدة بس هي اللي على الابرة، وباخد بيها طرف الخيط اللي عندي. بس كده انا عملت شكل غرزة منزلقة، بقت كل الغرز شبه بعضها، مش باين انهي غرزة اللي انا عملتها في الاخر من بقية الغرز، وده اللي انا عايزاه. اخر طرف خيط عندي ده بقى هدخل كده بالابرة من جوه الباسكت، وهخلي الابرة تعدي لأقرب مكان للخيط، وهسحب بيها الخيط ده جوه الباسكت، ادخل كده في المكان ده اقرب مكان للخيط، وبخلي الابرة تسحب الخيط ده جوه الباسكت، وبرضو بمرره من بين الغرز بطريقة بسيطة. وخلاص انا كده اتخلصت، انا ما عنديش خيوط، كان اخر طرف فاضل بقى عايز اعمل الفيونكة. الفيونكة دي حاجة ترجعلك، بس انا عملت فيونكة بسيطة، هو ده الستان اللي انا هعمل بيه الفيونكة. اخترت اللون البني ده، بني فاتح عرض 5 سنتي. كل اللي انا بعمله باخد جزء من الستان، الجزء ده 30 سنتي، وبتنيه لجوه كده. انا الجزء ده على فكرة انا بعمل منه جزئين قد بعض، كل جزء 30 سنتي، وبقفله بس كده من المنتصف. وادي الجزء التاني اللي انا عملته زيه، والاتنين قد بعض بالظبط. ولسه في جزء تالت برضه هقولكوا هنعمل فيه ايه. باخد الجزئين اللي عندي دول اللي انا عملتهم زي حلقتين كده، وبدخل الجزئين دول جوه بعض بحيث ان هما يعملوا لي حاجة زي حرف الاكس، اظبطه كويس بقى واتأكد ان الجانبين قد بعض عشان الفيونكة تبقى متساوية. كل اللي انا عايزاه ان انا بلمهم على بعض بالشكل ده. انا لسه معايا طبعا الخيط والابرة بتوع تثبيت الجزء بتاع الفيونكة، خلاص بمنتهى البساطة بلم بيه الفيونكة، بيبقى شكلها جميل قوي. اي حاجة بسيطة والتزيين في النهاية بيرجعلك. ألم الأطراف كده وأجمع طبقات الستان كلها وأعمل عليهم غرزة بالخياطة كده أخيرة. ودي الجزء الثالث من الفيونكة، أنا بجيب قطعة ستان يكون طولها 22 سنتي، بقيس 22 سنتي كده وبقصهم بالمقص. أنا دلوقتي عايزة طبعا أول حاجة هعملها قبل أي حاجة طرفين الستان دول،
عايزة اعمل فيهم زي زاوية. طبعا انا يعني بعمل الطرفين في خطوة واحدة، بثني الطرفين على بعض وبعملهم مرة واحدة كده بالمقص. بعمل زاوية في طرف الستان، بتديني الشكل ده، وطبعا ألسع طرفهم بالولاعة قبل ما أكمل شغل بيهم. وخلاص مفروض الجزء ده خلاص لسعته بالولاعة، مفروض الجزء ده بثبته في الفيونكة، فبتنيه كده من المنتصف. فأنا عايزة أعلم الجزء اللي في النص، أعمل علامة كده عن طريق إن أنا بتني الستان طبعا، وبكون مجهزة إبرة وخيط يكون لون بني نفس لون الستان، وبشتغل بالخياطة كده على الجزء اللي أنا حددته بتاع المنتصف، وبعمل زي كشكشة فيه. أنا عايزة ألم الجزء اللي في النص اللي أنا حددته بالعلامة علشان الجزء ده يبقى ملموم وأقدر أركبه في الفيونكة كده. طبعا مفيش مشكلة، حابة تعملي الفيونكة بشكل تاني خالص دي حاجة ترجعلك. انا لسه معايا الابره والخيط، بثبتهم بسرعه طبعا في الفيونكه بحيث انها تديني الشكل ده. علشان ابدا في الخطوه اللي بعدها، خلاص الخطوه اللي بعدها بقى انا بجيب خيط الكليم البني اللي انا كنت استخدمته. انا كل اللي هعمله مسدس الشمع ان انا هلفه حواليها كده حوالين الفيونكه في المنتصف، بس طبعا بفرد خيط الكليم وانا بلفه عشان يديها الشكل ده. انا بقى فاضل لي خلاص تثبيت الفيونكه، ده الجزء اللي انا كنت قلت لكم هنداريه بالخيط اللي هي كانت قفله الخيط بتاعه الدور الاخير، هداريه بخيط الكليم بس طبعا هفرده زي ما عملت في الفيونكه. انا حابه الخطوه دي ان انا اعملها بمسدس الشمع مش بالخياطه، انا مش عايزه اخلي اي خياطه تبقى باينه من جوه الباسكت. فانا هقول لكم هنعمل ايه. بجيب خيط الكليم كده عن طريق الابره بمرره جوه الباسكت، بيبقى معايا طرف الخيط اللي جاي من جوه ده هخليه قصير على قد ما اقدر، بحيث ان انا عايزه جزء صغير جدا بحيث ان انا افرده كده على الجوانب الباسكت. طبعا انا هعمل الخطوه دي عن طريق مسدس الشمع. خلاص انا ثبته كده على جوانب الباسكت، حاول افرده زي ما قلت لكم على قد ما اقدر زي ما عملت على الفيونكه وانا بلفه حواليها كنت بفرده. وادي شكله اهو من جوه، خلاص كده. ومفروض بقى الطرف التاني ده بشده شده بسيطه عشان يبقى مظبوط قبل ما ابتدي اقصه بالمقص. هسيب برضو طرف صغير قوي بحيث ان انا المه على الجزء اللي جاي من فوق ده، وبرضو عن طريق مسدس الشمع بلزقه بالشكل ده، ما بيبقاش فيه اي حاجة باينة. خلاص وبمنتهى البساطة بجيب الفيونكة بثبتها على الجزء الاخير ده برضو بمسدس الشمع. خلاص انا ثبتها، بس محتاجة ادوس عليها كده ثانيتين بحيث ان انا اتأكد ان هي تلزق كويس. طبعا انتوا عارفين خيط الكليم ده في النهاية خيط قطن فبيلزق في الشمع كويس، وبيبقى شكله كده من جوه ما عنديش اي حاجة باينة من جوه خالص. حتى قفلت اخر خيط مررتها ناحية بره وداريتها بخيط الكليم اللي انا حطيته ده في الاخر. خطوة اختيارية بقى عندك، حابة تعمليها او لا. هو اللوجو ده، اللوجو ده جلد، فانا بختار المكان اللي عايزة اثبته فيه. يعني لو حابة برضو عايزة تعرفي تثبتيه بشكل ما يكونش باين فيه اي خياطة، انا بجيب الخيط اللي عندي ايا كان بقى الخيط اللي بستخدمه للباسكت. انا هنا واخده معايا خيط بني، بجيب الابره والخيط كده من جوه الباسكت. خلاص انا حددت المكان اللي عايزه اثبت فيه اللوجو، وباجي على الفتحه اللي معموله في اللوجو الجلد. طبعا اللوجو ده بيجي باشكال كتير، ممكن جلد ممكن خشب ممكن معدن. انا باجي على الفتحات اللي معموله في الجلد بالشكل ده واحاول على قد ما اقدر. طبعا خيط الكليم جامد فالابره بتدخل فيه بصعوبه، بلاش تقولي اثبت اللوجو بمسدس الشمع لانه هو هيبقى وحش جدا جدا، وهتبقي بوظتي الباسكت بعد كده وهتضطري لازم تداري الشمع، فالافضل تثبتيه بالخياطه بالشكل ده. عايزه اثبت بقى الطرف التاني. انا كده خلاص خلصت الطرف ده،
بعدي الخيط بالشكل ده من بره الباسكت، انا مش عايزه اي خياطه تبقى باينه من جوه الباسكت. الخيط اهو بره الباسكت، بعدي على طول للناحيه التانية وبعمل نفس الخطوه، بشتغل على الفتحه اللي معموله عندي في اللوجو الجلد ده وبثبتها في خيط الكليم، احاول يعني اعدي مرتين ثلاثة كده لحد ما اتاكد ان اللوجو بقى ثابت كويس في الباسكت. وخلاص بقص الخيط اللي عندي، ودي كده اخر خطوة عندي في الباسكت وخلاص خلصته. الغرزة جميلة، اشتغلتيها بخيط متوسط زي ده بتبقى شكلها جميل، من اجمل الغرز اللي ممكن تعملي بيها باسكت الكليم. وبرضو الغرزة التانية دي، ده الخيط اللي انا قلتلكو عليه، خيط سميك برضو بيطلع الغرزة جميلة جدا. يا رب يكون الباسكت عجبكم، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، اسيبكم في رعاية الله.